شكل الفيلسوف يوسف الاثنيان منتخبا مميزا من الفنانين العرب، وجاءت تشكيلة الاثنيان منوعة وغريبة في نفس الوقت. في مركز حراسة المرمى اختار الاثنيان بلبل الخليج. طيب خلي حراسة المرمى نبيل الشهيل. ايوه انت عارف ان شاء الله برد الباب يعني. وواصل الاثنيان اختياراته الفنية وشكل خطا دفاعيا طربيا يسلطن المهاجمين ولا يقضي على خطورتهم. محمد عمر. ايه طلال. طلال مدح. ايه رابط صقر تعرف عشان جسمه يعني. ايه خلي ظهير ايمن عشان هو سريع ما شاء الله عليه. ليه ما نخليه جناح عشان طولات؟ لا خليه ظهير. خليه يطيح واجب. ايه ظهير ايمن كويس. خط الوسط الذي اختاره الاثنيان يتميز بالمتعة، لكن التمرير سيكون للإفيهات وليس للكرة. خلي عبد الإمام محور. طيب وسط أيمن غوار جريد لحام. أيوه. واختلف معيار الاثنيان في اختيار المهاجمين، فالتركيز كان على الشنب. وعند الراس حرام صحيح. عشان يفرش شوارب ولا بدون شوارب؟ لا بشوارب. لازم ناخذ عبادي مثلا. عبادي ما نخلي اثنين راس حربة. ايه؟ هو مع 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 بعض انتري اثنين راس حربة عشان طوال. هذه التشكيلة لا تضمن الفوز، الشيء الوحيد المضمون هو بيع كل التذاكر ونفاذها من السوق. طيب لو لعبوا معكم مباراة كم النتيجة تتوقع؟ ما ادري. كم ما اعتقد انها بتصير يعني اقل من 40. أربعين صفر.